عيني وفيوتشر. ده هياخدنا بقى لحضرتك كده ونروح على مباراة الدوري. النهارده كانت مباراتين طبعا يعني مباراتين يعني ممتعين جدا، وخصوصا مباراة سموحة والبنك الأهلي اللي شهدت فوز سموحة على البنك الأهلي في استاد بتر سبورت. ونعود للايجيبشن ليج كده، واخبار الدوري وكواليس الدوري ومباراة الدوري وازمات مباراة الدوري والشغل الدوري الجميل بتاعنا. اتفضل يا استاذ فاروق. طب والله العظيم النهارده الماتش اللي يعني سموحة والبنك الأهلي لعبه احسن من كان جميل اللي بيلعب قوي. النهارده، كانت مباراة جميلة جدا انا استمتعت بيها. سموحة فاز 2-1 على البنك الأهلي. احمد رمضان بيكا من معار من النادي الأهلي جاب هدف برأسية جميلة جدا في دقيقة 22، مروان حمدي جايب الجون الثاني لسموحة في دقيقة 79. بس اطرد رمضان بيكهام، ما عجبنيش حالة الطرد يعني. طبعا طبعا، وانا لسه هتكلم عليها اصلا، لان الحكم بصراحه كان اوفر فيها شويه، بس يعني انا مش عارف وجهه نظره. مروان حمدي هدف هديه من احمد ياسين مدافع البنك الاهلي، الكره مرمى بالعرض سهله جدا، جاي بيشتتها مش شاطها في اللعيبه في الجول، الحارس طلعها من على خط الجول، لقيت مروان حمدي والجول فاضي تسجلها هدف سهل بس هو جدا. الغريب ان مروان حمدي جاب جون، يعني دي غريبة. الكرة على خط الجول والجول فاضي، ما فيش اسهل من كده اعتقد. يعني ناصر، كان ناصر منسي قبليها سجل هدف الدقيقه 76 اللي هو هدف التعادل، لكن ما تهنوش غير 3 دقائق. كرة شاطها قويه من على خط ال 18، خبطت في المدافع وراحت لب من فوق الحارس، انتهى المباراه 2-1. لكن المباراه الحكم مصطفى عثمان من الحكام الجدد اللي احنا اول مره نشوفهم في الدوري العام، لكن انا شايف ان الحكم النهارده كان فيه تحمل شويه. الحكم نفسه كان بتحس انه لسه، عشان اول مره في الدوري، انا اول مره اشوفه، بتحس ان هو كان شويه يعني مشدود شويه. الكروت الحمراء اللي طلعها النهارده كانت برده صعبه شويه في الدقيقه 90، كارت احمر موسى على دياورة البنك الاهلي موسى دياوره، وبعديها كارت احمر لاحمد رمضان بيكا تسموها عشان خرج، وخرج بتباطؤ وكان خارج للتبديل وراح طرده، فالموضوع كان صعب شويه، والحكم شد المباراه في الاخر. لكن المباراه كانت ممتعه، المباراه كانت كويسه، الفرقتين عملوا مباراه هايله. سموحه رفع رصيده ل 15 نقطه في المركز الرابع، البنك الاهلي توقف رصيده عند 11 نقطه في المركز ال 11 في المركز الثامن. واللي تنتهي المباراه، ومباراه كانت بجد ممتعه، انا ما كنتش متوقع ان المباراه تبقى ايوه. بالمتعه دي. هو بصراحه خلينا النهارده المباراه نشيد، الثانيه لسه هيجي قبل ما نروح، بس قبل ما نروح خليني اشيد باداء بصراحه احمد سامي المدير الفني لسموحه، عامل مباراه فنيه محترمه يعني. بجد بجد، هو فعلا النهارده اداء كويس جدا. النهارده في لعيبه كتير ظهرت كانت كويسه جدا في مستواها، زي محمد شكري لاعب النادي الاهلي المعار، زي حسين فيصل، لا كان في ايوه لعيبه النهارده سموحه كانت فايقه، وعندهم اللعيبه الافارقه الاثنين دول ما شاء الله، اللي يعني اللي هو جايبهم في الميركاتو الشتوي، لعيبه محترمه وهايله جدا وهيفرقوا كتير جدا مع سموحه. طب مباراه الاسماعيلي وفيوتشر بقى. مباراة الاسماعيلي وفيتشر للاسف انتهت 0-0، مع انها مباراة كانت ممتعة وفيها فرص كتير وفيها اداء حلو من من الفرقتين. امين عمر طبعا كان هو الحكم النهارده، وعبد العزيز السيد على الفار. النهارده كانت المباراة كويسة جدا، هجمات هنا وهنا، الاسماعيلي ظهر بصورة نوعا ما احسن، ولكن مش بالخطورة اللي متخيلينها جمهور الاسماعيلي اللي كانوا بيلعبوا في اسماعيلية، والجمهور كان حاضر بشكل كبير جدا، واللعيبة يعني كانت في الاجواء، ولكن الاسماعيلي كان دايما بيفتقد للمسات الاخيره او اللمسه الاخيره قدام المرمى، وده كان ظاهر جدا النهارده. تالق حارس مرمى فيوتشر، وتالق الناحيه الثانيه برضو عمر رضوان حارس مرمى الاسماعيلي اللي كان عامل مباراه رابعه جدا النهارده، واثبت كفاءته واثبت مكانه. المباراه طبعا خلصت 0-0، الاسماعيلي ما زال بقى زي ما انت حضرتك عارف بيتزايل، او مش بيتزايل، في المركز قبل الاخير ب3 نقاط، فيوتشر في المركز العاشر ب9 نقاط. طبعا ظل الاسماعيلي في الورطه اللي هو فيه، والمشكله طبعا الاسماعيلي 3 نقط في المركز قبل الاخير، الموضوع بيصعب عليه وبيتصعب عليه، لكن هو يقدر يلحق نفسه يا استاذ احمد، لان انت لسه في الاول، الموضوع ده أيوة. لو استمر معاه اطول من كده الموضوع هيبقى صعب جدا جدا على نادي الاسماعيلي. طيب